درست قانون وكمان عملت الماجستير في العلاقات الدولية. يعني أمي وأبوي الحمد لله دائماً كان عندهم شغف وحب للشغل والعمل وورك أثيك جداً عالي. الكوكيز والله يعني أكيد أنا يعني بالنسبة لي it's your comfort food kind of dessert. ما في فزلكة زايدة. It's a good crispy chewy thing. عندك ال crispiness حقة الكراست, عندك ال chewiness حقة ال butter, عندك ال chocolate if it's a good quality كمان يعني تاخدك مراحل وحتة تانية. زينز كوكيز حقيقي يعني it's a family affair, مشروع عائلي. بدأنا تقريبا من 2016. أختي زين كانت تخبز, در كانت وقتها صغيرة مرة كانت تأكل الكوكيز, وإحنا كلنا كنا عبارة عن يعني حقل تجارب زين في المطبخ. فمرة على مرة صارت تأخذ الكوكيز معاها على المدرسة عن صحباتها, وفي الحقيقة كل أحد كان مرة مبهور بطعم الكوكيز. ووقتها يعني مو كان كثير اللي يسووا كوكيز, كان في كب كيكس وقتها بس كوكيز لسه كان شيء جديد. بدأت لما دخلت الجامعة صاحبتها يعني دفتها وعملت لها فيسبوك أكاونت, قالت لها حتبدأ تبيعي بس. سبحان الله من وقتها وهذه الدفة كلنا يعني جمعتنا إننا نشتغل مع بعض. ليلى من ناحية الحسابات, أنا وماما من ناحية التسويق, در يعني الآن دخلت حتى صارت من باب التصوير. وعندنا هذا المين ستور عبارة عن سنترال كيتشن زائد ريتيل شوب, فاللي يبغى يعدي حيلاقي أشياء جاهزة. بالنسبة لنا إنه إحنا we like to go للكلاسيكس, الرستيك فيلينج, الأشياء النوستالجيك اللي تذكرك بذكريات الطفولة, إننا نقدر أصلاً ناخذ السكيلابيليتي حقت الكوكيز, إنه مثلاً نقدر نعمل إن بولك ونفرزن ونحافظ على الكواليتي, بعد كده نخبز فريش اون ديماند لما الكاستمر يبغى, نقلل الويستج والهدر حقنا. هذه كل اشياء يعني اخذتنا طبعا ترايل اند ايرور, خطا وصح وخطا وصح عشان نتعلم. كواليتي, كونسستنسي, كاستمر سيرفيس بالنسبه لنا هي الاشياء اللي تميز زينز كوكيز و تميز الاكسبيرينس كله بحد ذاته. ليلى فاينانس باك جراوند, زين براندينج جرافيك ديزاين باك جراوند, وانا قانون, ودر دحين بتدرس اخراج وفيلم ميكينج, والوالده انتيرير ديزاين. فالحمد لله يعني كل واحد قدر يضيف حاجه للمشروع. من ضمن الاخطاء اللي سويناها وتعلمنا منها انه خضنا التجربه من غير اي دراسات جدوى, ومن غير ما يعني نعمل لنفسنا مثلا 5 year plan 3 year plan, ايش هي مثلا التارجتس السنويه من ناحيه المبيعات, ايش هي الريفينيوز الاكسبكتد. والله حلمي انه نتوسع بحيث انه نقدر نكون في يعني كل مناطق السعودية. أنا جود أحمد جمجوم, عضو مؤسس في زين كوكيز, وأنا رائدة دار الحكمة.